عزيزي المتابع، السلام عليكم. بعد ريمونتادا تاريخية على الوداد، قام فريق الرجاء البيضاوي بإصدار قميص جديد تحت اسم ريمونتادا، وكتب على هذا القميص ما قاله المعلق فارس عوض بعد تسجيل الهدف الرابع عن طريق اللاعب الكونغولي بن مالونغو: سيتمسكون بكل الأمال، كرة عرضية رأسية مستحيل مستحيلة، لا تقلب الصفحة حتى تقرأ السطر الأخير، والسطر الأخير يكتب باللون الأخضر، يكتب بلون الرجاء، يكتب بلون النسور، يكتب بمدرج المكنة. وقد طرح هذا القميص في أحد المواقع المتخصصة في بيع المنتجات، وثمنه 93 درهم، وهي نفس الدقيقة التي سجل فيها الهدف الذي أهل فريق الرجاء للدور المقبل. عزيزي المتابع، إذا كنت أول مرة تشاهد القناة فندعوك للاشتراك عبر الضغط على الزر الأحمر تحت الفيديو للتوصل بالخبر فور وقوعه. اللقاء.